وللحديث عن اليوم العالمي للاجئين وزيادة خطاب الكراهية ضدهم معنا من باريس رئيسة رابطة الصحفيين السوريين السيدة مزن مرشد. مرحبا بك معنا. أهلا فيكم، يسعد مساكم وشكرا لقناتكم. شكرا لك. نبدأ بالحادثة الأخيرة، هي أكثر من حادثة، هي مأساة في الحقيقة، من المآسي التي مر بها المظلومون اللاجئون في كل العالم، وهي غرق السفينة أو مركب للاجئين ومحاولة اليونان منع أخذ شهادات حتى من الناجين، والأعداد كبيرة في الحقيقة، لعلكم على اطلاع أوفى بها. ما دور الإعلام هنا وخصوصا الإعلام المستقل للكشف عن ملابسات هذه الفاجعة؟ الحقيقة أول شيء تعازي الحارة لأسر الضحايا، كانت فاجعة بكل معنى الكلمة، لكن ليست الأولى طبعا، وأعتقد إذا بقيت الأمور على حالها لن تكون الأخيرة، نتمنى عكس ذلك. طبعا دور الإعلام كان هو دور كتير مهم ودور كتير كبير، بظل أنه الحكومات عم تقيد النشر أو الحكومات عم بتقيد وصول الحقيقة عن هاي الأمور، تحديدا عن أمور اللاجئين، لأنه عم بيصير عندها إحراج، فعم تمنع النشر وعم تمنع حتى الوصول لأنه ينحكى مع ضحايا الناجين أو مع أسر الناجين. فهون إجا دور الإعلام الحقيقة يلي هو يثمن عاليا، بأنه الإعلام المستقل طبعا، بأنه هو اللي سلط الضوء على قضية على هاي القضايا، وتحديدا على القضية الأخيرة، على الفاجعة الأخيرة، هو اللي كان له بثوث مباشرة أحيانا من موقع الحدث، كان في له لقاءات مع أسر الناجين يلي ما زالوا في بلادهم، ومع الناجين يلي وصلوا، أو أسر المتضررين، أسر الشهداء الذين غرقوا يلي هنن لهم ما زال لهم أهل في سوريا أو في المناطق اللي طلعوا منها. فهون كان دور الإعلام أنه سلط الضوء على قضاياهم، على أنهم هنن بشر، هنن ناس من لحم ودم وأحلام، ولهم أحلامهم، وهي المحاولة بأنهم يركبوا البحر ويعرضوا حياتهم للخطر ما بتجي من الفراغ، في قصص كثير كبيرة عم يتعرض لها هدول اللاجئين لحتى يرموا نفسهم بالتهلكة. فهون كان دور الإعلام المستقل الحقيقة، بأنه وصل صوت الضحايا، صوت أهالي الضحايا للعالم أجمع، وحاول يفسر للعالم أجمع أنه هدول منهم أرقام، هيدول أناس إلهم حياتهم، إلهم أرواح، إلهم أحلام، وإلهم طموحات غرقت مع غرقهم. نعم، يعني أبدأ بهذه الكلمة، غرقت مع غرقهم، لنتحدث ليس فقط عن يعني بين قوسين رحلة اللجوء، وإن كانت هي ليست رحلة في الحقيقة، هي يعني دعينا نقول مكبدة بالمعاناة وبالرعب وبالخوف، التي قد ينتهي بالغرق وفقدان الحياة، وهي أثمن ما يكون بالنسبة للإنسان. في ناحية، في خط موازن، تساهم وسائل الإعلام وخاصة وسائل التواصل الاجتماعي في زيادة خطاب الكراهية ضد اللاجئين، ما بعد إن نجا من البحر أو من البر والوصول إلى نقطة فيها نوع من الأمن والأمان للاجئين، يعانون أيضا من مشكلة أخرى، وهي خطاب الكراهية ضدهم وعدم رغبة كثير من الدول على استقبالهم. حتى قرأنا قبل قليل أنه في شبه اتفاق بين وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي أن تدفع الدولة التي ترفض طلب لجوء أي شخص 20,000 يورو، يعني قيمة بين قوسين الإنسان أصبحت بهذا الشكل. مع الأسف الشديد، موجة خليني أقول قبل خطاب الكراهية، مين أساس الموجة اللي صارت للاجئين؟ يعني اليوم هيدا العقد الأخير من هذا القرن، هي كان أكثر عقد شهد فيه لاجئين بالتاريخ. نعم. يعني الصراعات اللي صارت بالشرق الأوسط وعدم حسم هاي الصراعات لصالح الشعوب، عم بيزيد الهجرة، وليست هجرة، عم بيزيد الهرب الحقيقة، وعم بيزيد هاي القصص اللجوء. الاتحاد الأوروبي إجمالا عم بيكون أرحم قليلا من دول الجوار لجميع اللاجئين، ما عم بحدد جنسية معينة، كونه ملتزم بقرارات دولية، ملتزم بمعاهدات، وملتزم
بخطط لجوء. يعني اليوم كل حكومة جديدة بتطلع فهي بتحط خطة للجوء، خطة لاستقبال اللاجئين، في عندهم دائما مخطط مستقبلي واستراتيجي لأنه يستقبلوا اللاجئين، رغم وجود تصاعد لليمين المتطرف بكل أوروبا الآن، يبدو بسبب زيادة خطاب الكراهية من جهة، يلي هو مترافق مع زيادة وجود اللاجئين. خطاب الكراهية لما نحن عم نحاول نراقبه وعم بنشوفه انه عم بيكون من العرب اكثر ما عم بيكون من الاجانب، الاجانب يعني قصدي بدول اللجوء، دول اللجوء عم بيكون عندها هذا الخطاب من السياسيين، عم بيكون عندها هذا الخطاب من يمين متطرف، عم بيكون عندها هذا الخطاب من اشخاص معروفه نعم عفوا معروف هن ليه عم بي ليه عم بيوجهوا هيدا الخطاب لمصالحهم السياسية. لكن الشيء المؤسف لما عم بيكون هيدا الخطاب ضمن العرب بين بعض، يعني ضمن اللاجئين بين بعض أو ضمن الجاليات القديمة تجاه اللاجئين الجدد. يعني الإعلام كمان ووسائل الإعلام عم بتساهم بهذا الموضوع للأسف، لأنه في غياب للتدريب يلي بيخلي الصحفي يميز باختيار كلماته، يميز باختيار مواضيعه، يميز باختيار جمله التي يستخدمها سواء بعمله الصحفي أو على السوشيال ميديا. كتير مهم أنه الصحفي يكون مدرك لدوره كقائد رأي من جهة وكموجه رأي من جهة أخرى. كثير مهم انه الصحفي يكون مدرك تماما انه كلمته تعادل رصاصه واحيانا تكون اقوى من رصاصه. نعم، تحت هذا العنوان يعني الكلمه وقيمتها واهميتها، استخدام بعض المصطلحات ذات الطابع السلبي في الاعلام مثل مصطلح اعباء اللجوء او غزو اللاجئين، وكأن بعض الدول تأمن على نفسها من ان يحدث فيها ما حدث مع بعض الشعوب والبلدان في بلادنا العربية، إضافة طبعا لروايات بعض الدول التي يعني تقول أشياء كثيرة، إلى أي مدى يساهم ذلك في تحول قضية اللاجئين إلى أزمة؟ بالطبع هو يساهم وسيساهم ما دام هذا الخطاب مكرس وما دام هذا الخطاب مستخدم. لهيك نحن اليوم دورنا كنقابات صحفية وكصحفيين وكوسائل إعلام دورنا بالضغط حتى على الحكومات الغربية بأنه يصير في نبذ لهي الكلمات لاستخدامها، نبذ لخطاب الكراهية والضغط الشعبي على، يعني نحن هون بنعرف أنه بأوروبا عامة الشعب له تأثير، يعني صوت الشعب يصل ممكن يأثر حتى على الإعلام وعلى الصحافة، وهون لازم يصير في حملات من الإعلاميين العرب أو الإعلاميين، ما ضروري يعني ما قصدي بالعرب أنه بس نحن اللي لاجئين، لا أكيد كل من له جالية لاجئة، كل بلد فيها لجوء ويصل منها من أبنائها إلى هاي الدول، المفروض على المؤسسات العاملة بمجال حرية الإعلام، المؤسسات المدافعة عن حقوق الإنسان أيضا ما بس حرية الإعلام، المنظمات التي تعمل مع اللاجئين أنه يكون لها دور بالضغط على وسائل الإعلام بالابتعاد عن خطاب الكراهية، عن النظر إلى قضية اللاجئين كقضية إنسانية يجب معالجتها من جذورها، إضافة لمراعاة حقوق هدول اللاجئين التي تنصها القوانين الدولية ومواثيق حقوق الإنسان ومعاهدة جنيف يلي بتنظم عملية اللجوء وحقوق اللاجئين. التعاطف مع اللاجئين ليس ضعف وليس شفقة على اللاجئ، وإنما التعاطف مع اللاجئين عم يعطي صورة عن اللاجئ بأنه هو إنسان بحاجة للحماية، إنسان ترك كل ما يملك من ذكريات، من أرض، من نعم. أموال، من أملاك، يعني ترك حياته، إنسان انسلخ نعم. عن حياته السابقة وجاء فقط ليطلب حق العيش نعم. يلي هو الحق الأول بحقوق الإنسان، حق الحياة. عمليا كيف يمكن تجنب التمييز وخطاب الكراهية في مستوياته المختلفة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وما دوركم كنقابات في دعم وتغطية هذه المسألة؟ هلا بالنسبة للنقابات هي دورها عم بيكون أو والأفضل يعني إنه يكون دورها
إنشاء أو إطلاق حملات للتوعية، والدور الأهم هو دور التدريب. يعني نحن كرابطة مثلا عندنا دائما دورات لمكافحة خطاب الكراهية وكيفية الانتباه إلى الكلمات التي تثير نعرات الكراهية في المواد الصحفية. هاي الدورات اللي هي دورات التأهيل، خليني أسميها دورات التمكين، هاي المفروض تكون عامة ليس فقط على الصحفيين العرب وإنما على الصحفيين الأجانب كمان. يعني نحن اليوم قضية اللجوء قد تكون جديدة نسبيا على منطقتنا العربية وتحديدا على منطقة الشرق الأوسط يلي هي سوريا والعراق يلي هن الأحدث بالصراع. نعم. فهن في خطاب جديد عليهم بطريقة صياغة المواد الصحفية، بطريقة كتابة حتى البوستات على السوشيال ميديا. من هون بتجي أهمية التدريب على مكافحة خطاب الكراهية لحتى يصير عنا نحن أعضاء أو صحفيين وإعلاميين مؤهلين على كتابة مواد حرفية بعيدة كل البعد عن خطاب الكراهية، وبالعكس توجه في الاتجاه المعاكس تماما للكراهية. أشكرك جزيلا سيدة مزن مرشد، رئيسة رابطة الصحفيين السوريين، كنت معنا عبر الخط الهاتفي. شكرا لك.